اهلا وسهلا فيكم مره تانية حبايبي متابعيني عبر صفحتي على الفيسبوك والانستغرام، معكم الكابتن نوري بودوجي. نحكي اليوم عن تمرين المرجحه ببار لاري سكوت، بس نحكي عن التركيز في عضلات اعلى البايسبس. من تركيز كبير بيكون ما هو حركه اعتياديه، ان انا مش عم شيل وزن. في ناس كثير بتشيل اوزان عاليه فيه، وهذا غلط كثير لانه ما حتستفيد، رح ترجح بكتافك وبظهرك. رح نحكي اليوم انك فينك تمسك بهي الطريقه، مثلا خط وضعيه للداخل وليس للخارج كثير وليس للداخل كثير. بتنزل بس مع حركه تقديم الراس لتحت، تطلع لاعلى الراس، ترجع بتنزل بهي الطريقه، ترجع تطلع اعلى، اعتصار كامل لعضله البايسبس. شايفين كيف؟ هيك تخلق ضغط على الالياف العضليه اعلى البايسبس اكثر، وتعطيها شكل البامب فوق. شايفين كيف؟ بتمنى يكون الموضوع فاتكم، جربوا التمرين بهالطريقة وشاركوني رأيكم بالتعليقات أو عبر صفحتي الشخصية على الماسنجر.